وتعقيبا على القرار الأممي والنواب البريطانيون الذين يقدمون مقترحا لمعاقبة الاحتلال، نتحدث مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ كارم نشوان الناشط الحقوقي من بروكسل. أهلا ومرحبا بك دكتور كارم. نتحدث عن الدعم لقرار أممي بإضافة إلى نواب مستقلين يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على حكومة الاحتلال بما في ذلك حظر الأسلحة، كيف تقرأ هذا الخبر؟ بعد التحية لك وللسادة المشاهدين، دعينا نبدأ بالقرار الأممي وبالجمعية العامة. بالتأكيد قرارات الجمعية العامة مهمة باعتبارها تعكس الاجتماع الدولي ورغبة غالبية الدول العامة، ولكن للأسف الشديد قرارات الجمعية العامة غير قابلة للتنفيذ وهي أقرب إلى توصيات، باعتبار أن مجلس الأمن هو الجهة التي تمثل السلطة التنفيذية على المستوى العالمي والقادرة على إلزام الدول بقراراتها، ولكن يبقى قرار الجمعية العامة له بعد قانوني، له بعد أخلاقي، له بعد إنساني مهم جدا. لذلك يجب العمل والضغط على مجلس الأمن لاتخاذ هكذا قرار. هذا فيما يتعلق بالمستوى الأممي، خاصة وأننا ندرك أن مجلس الأمن لا زال حتى هذه اللحظة عاجزا عن اتخاذ قرار بوقف العدوان على أبناء شعبنا، رغم ما يعانيه شعبنا من إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باعتبار أن أمريكا هي الحامية لدولة الاحتلال من خلال استخدامها نظام الفيتو في مجلس الأمن. أما فيما يتعلق بالنواب البريطانيين فهذا مؤشر إيجابي ننظر له بعين الارتياح، ويبدو أن النواب عندما في العديد من الدول عندما شعروا أن الآلية الدولية عاجزة عن لجم دولة الاحتلال ومحاسبتها على هذه الجرائم بدأوا يتحركوا على المستوى الوطني. لذلك هذه المبادرة وهذا الجهد الذي ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الذي ينتصف بالعدالة نأمل له أن يتكلل بالنجاح، خاصة وأن الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية والقتل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بأسلحة هذه الدول ومدعمها الاقتصادي. نعم دكتور كارم، يعني حين نتحدث أو نسمع بعض التصريحات المتعلقة مثلا بوزيرة خارجية ألمانيا حين تحدثت بشأن عدم ممانعة حكومة ألمانيا من استهداف إسرائيل للمدنيين وأيضا للمستشفيات، كيف تقرأ هذا التصريح بالمقابل هناك دعوات بمحاسبة إسرائيل على كل جرائمها بحق الفلسطينيين؟ أشكرك على التنويه لتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، خاصة وأنها تصريحات مخزية، تصريحات تلحق العار بها وبدولة ألمانيا عندما تطالب باستهداف المدنيين الأبرياء، عندما تطالب وتؤيد قصف من تأويهم الخيام الممزقة بالعدوان. ومن المعروف أنه وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني أن المدنيين والأعيان المدنية يجب أن تكون محمية في إطار القانون الدولي. لذلك هذه التصريحات هي تصريحات تلحق العار بالحكومة الألمانية ووزارة خارجيتها، وهي أيضا تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكأن ألمانيا ووزيرة خارجيتها تقول نحن مع الجرائم، نحن مع الإبادة الجماعية الذي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وكأنها شريك في هذه الجرائم. لذلك يجب محاسبتها على هذه التصريحات، خاصة وأن هناك العديد من الدول بدأت تشعر باستغراب لهذه التصريحات، دعينا نقول المجنونة ولا إنسانية. نعم دكتور كارم، يعني سؤال أخير، بنقدر أو يعني هل نستطيع القول بأن بعد عام من العدوان على قطاع غزة هناك حراك بمقاطعة إسرائيل بعدم إرسال إليها الأسلحة؟ هناك أيضا نجحت حركة البي دي أس بعرقلة سفينة محملة بمواد متفجرة متجهة إلى إسرائيل. الحركة مستمرة والقوى الحية في المجتمعات الأوروبية ومؤسسات المجتمع المدني تفعل ذلك بشكل جيد. هناك قوة واسعة ما بين موقف الحكومات الداعم بدون قيد أو شرط لدولة الاحتلال وما بين الشعوب والمجتمعات الأوروبية ومؤسسات المجتمع المدني التي تخرج
في مسيرات ضخمة نعم تطالب بوقف العدوان وبمحاكمة مجرمي الحرب وبوقف تصدير الأسلحة للاحتلال حتى وبالمقاطعة الاقتصادية، وأعتقد أن هذا الحراك في النهاية يجب أن يأتي بثماره. نعم شكرا لوجودك معنا دكتور كارم نشوان الناشط والحقوقي، كنت معنا من بروكسل عبر سكايب.